السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. أحبتي أحمد السقا يخرج عن صمته ببيان عن فيلم سري للغاية. أنا مش متبلاتي. قال الفنان المصري أحمد السقا إن فيلم سري للغاية يؤرخ لحقبة زمنية مرت على المصريين، وذلك في رد على التعليقات التي وردت عقب تسريب صور من الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية. وكان الفيلم قد أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ظهوره للنور بعد نشر الصحف المصرية أنباء عن تجسيد السقا لشخصية وزير الدفاع المصري ثم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتجسيد الممثل المصري أحمد رزق لشخصية الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأكد السقا من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليوم الثلاث أن العمل لا يسخر من فكر أو من جماعة أو من رئيس، شئنا أم أبينا وقد كان رئيسا لمصر وأعني دكتور مرسي. ويوثق الفيلم لمرحلة ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 ثم حكم جماعة الإخوان وصولا إلى ثورة 30 يونيو حزيران 2013. وقال السقا عن دوره أجسد شخصية اللواء السيسي وزيرا للدفاع ثم رئيسا لجمهورية مصر العربية. أي نعم لم أصل لكل المراحل في العمل لكن للشرف. وكانت تقارير صحفية قد تحدثت أواخر العام الماضي عن الفيلم وانتهاء عدد من الممثلين من تصوير أدوارهم من دون أن تكشف عن توزيع الشخصيات أو تنشر صورا من تصوير الفيلم. ويشارك السقا كل من الممثل أحمد رزق في دور الرئيس الأسبق محمد مرسي وعبد العزيز مخيون في دور اللواء محمد العصار. ومن بين المشاركين في العمل عدد من النجوم مثل النجمة منى زكي والفنانين نبيل الحلفاوي وأشرف زكي ومحمود حميدة ومحمد رمضان وروجينا ومحمد رياض وطارق لطفي. وأكد أحمد السقا أن المتربصين ومن يختلفون مع الرئيس الحالي أو أعضاء جماعة أو ثوار أو أصحاب أيديولوجيات حسب وصفه قد استعجلوا في الحكم على الفيلم قبل ظهوره، وتابع أن الجميع أعطى حقه بمن فيهم الرئيس الأسبق لمصر محمد مرسي، موضحا نتعرض بمنتهى الأدب للشخصيات ولم نستغل عيوبها الحقيقية لكسب شرائح حادة. وأكد الفنان المصري الذي تعرض للهجوم على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة أقسم بربي أني بحب مصر ومش متبلاتي، يقصد غير منافق. عرضنا حقائق ووجهات نظر ولكم الحكم، ومن حقكم الخلاف. إذا قدر لي العمر وخلصت انتهيت من الفيلم أنا وزملائي، مؤكدا أنه لم يتعرض للضغوط أو التكليف في العمل، منهيا حديثه بالدعوة إلى التحضر للنقد. ويشارك عدد كبير من الممثلين من أجيال فنية مختلفة في الفيلم الذي كان مقررا في البداية أن يحمل اسم أيام الغضب والثورة قبل تغييره إلى سري للغاية، ومن المتوقع أن يتم عرضه في مايو أيار المقبل. وقد أظهر الفنان أحمد السقا بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك بشأن الصور التي نشرت له في فيلم سري للغاية. واستاء السقا في بيانه من التجاوزات التي نالته بسبب الصور، حيث قال منذ أيام قليلة انتشرت الصور الصماء على صفحات السوشيال ميديا
لي ولبعض الزملاء المحدودين، وبالطبع نمت قدرا عظيما من التجاوزات وصلت إلى حد السبب أبويا وأمي وعيالي. وعد ولا حرج، وعموما أنا مسامح، ولكن ليست هذه هي القضية، أن تسبني أو أسبك لخلاف على شيء لم يظهر بعد وبعدين تقولي أو أقولك أنا آسف وحقك علي. اسمحولي أصدقائي أو من أهانوني من أصدقائي، ولأول مرة في حياتي أتكلم عن منتج لم ينتهي ولم يظهر للنور. باختصار شديد، أنا وزملائي عاملين فيلم اسمه سري للغاية، ويؤرخ لحقبة زمنية مررنا بها جميعا لتوضيح حقائق للمصريين. وليس معنى كلامي أننا نسخر من فكر أو من جماعة أو من رئيس، شئنا أم أبينا فقد كان رئيسا لمصر، وأعني دكتور مرسي. أما عن نفسي فأجسد بالفعل شخصية لواء السيسي، والذي أصبح وزيرا للدفاع ثم رئيسا لجمهورية مصر العربية. أي نعم، لا أصل لكل هذه المراحل في العمل، وأعني تدرج وظيفي، ولكن للشرف. وأكرر، بالطبع لي وجهة نظر، ولكي لا أطيل عليكم، وكلامي هنا للمتربصين أو لمن يختلفون مع الرئيس الحالي، أو للي عايزين يختلفوا خلاص، أو لأعضاء الجماعة، أو للثوار وأصحاب الأيديولوجيات، استعجلت في الحكم على فيلم مهذب أنصف الجميع وأعطى الجميع حقه بما فيهم دكتور مرسي، وتعرض للشخصيات السلبية بمنتهى الأدب، ولم يستغل عيوبها الحقيقية لكسب شرائح عدة قد يكون منهم من صدقوا هذه العيوب. باختصار يا سادة، أنا بحب مصر ومش مطبلاتي، وقسما بربي لم أسمح وزملائي بالتجريح. عرضنا حقائق ووجهات نظر، ولكم الحكم ومن حقكم الخلاف. وإذا قدر لي العمر وخلصت الفيلم أنا وزملائي، بس للأسف واحد حب يعمل سبق عمله غلط، ومش ده اللي مزعلني. اللي مزعلني إن اكتشفت شتايم ما كانتش في القاموس عموما عن شخصي. أنا مسامح وأقسم بالله كل ما ذكرت حقيقة، وبقولها تاني وتالت، فوقي وفوقكم رب العزة، وأنا مش مكلف ولا حد ضاغط عليا، ولا سمحت بأهانة أي شخصية احتراما لأسرهم ولنفسي أمام الله. لكم كل الاحترام ولكم جزيل الشكر، وأرجو اللي مش هيستوقفوا كلامي ألا يتجاوز بالألفاظ. دعونا نكون أكثر تحضرا، لأن أكيد كل واحد فينا بيحب أمه وأبوه وعيلته ولا يقبل الأهانة. هذا الفنان أحدث المنضمين للوقوف أمام أحمد السقا في ولد الغلبة. شارك الكاتب أيمن سلامة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على أنيستا بصورة كشف من خلالها عن أحدث المنضمين لأسرة مسلسله الجديد ولد الغلابة، والذي يخوض به النجم أحمد السقا السباق الرمضاني المقبل. وظهر سلامة في الصورة بجانب النجم محمد ممدوح، وعلق عليها قائلا: ولد الغلابة محمد ممدوح أيمن سلامة، إن شاء الله رمضان 2019. وبدأت أسرة العمل تصوير أول مشاهده أمس، واجتمع المخرج محمد سامي ومدير التصوير جلال الزكي للاتفاق على كافة تفاصيل العمل. يشار أن أحمد السقا كان يقوم بتصوير فيلم 3 شهور، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي حول مواطن مصري يتزوج من امرأة أمريكية وينجبان طفلا، وتبدأ أحداث الفيلم مع إنجاب الطفل، ولكنه توقف لأسباب إنتاجية. ويشارك في بطولة الفيلم بجانب السقا كل من الممثلة منى زكي وشيرين رضا وروجينا وخالد الصاوي، كما يستعد أيضا لتحضير لفيلمه الجديد ترانيم إبليس، الذي سيقوم ببطولته مع مصطفى شعبان ومنى زكي وخالد الصاوي.
شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.